أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تشهد 7 أحياء في مدينة الرقة اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش، قتل خلالها 29 فردا من التنظيم خلال الساعات الأخيرة. وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلي سوريا الديمقراطية بدأوا هجوما ضد داعش في حي نزلة إشحادة، قتل على إثره 8 أفراد من التنظيم. أفاد مصدر أمني أن طائرات التحالف الدولي ضد داعش استهدفت مقرا للتنظيم في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك ودمرته بالكامل. واحتل داعش الحويجة بعد احتلاله مناطق واسعة من العراق في حزيران عام 2014، ويتخذها الآن قاعدة لشن هجماته على مدينة كركوك. اعتبرت نيكي هيلي المندوبة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن وقت المفاوضات مع كوريا الشمالية قد انتهى، مشيرة إلى دور الصين الخاص في تشديد إجراءات الضغط على بيونغ يانغ. وقالت هيلي أن إصدار مجلس الأمن قراراً إضافياً لا يشدد بصورة جذرية الضغوطات الدولية على كوريا الشمالية. قالت السلطات الأمريكية إن سيارة دهست حشداً في لوس أنجلوس وأصابت 9 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، لكن لم يتضح ما إذا كان الحادث متعمداً. وذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات بعد الواقعة التي حدثت في ويست بيكو بوليفارد. وأكدت إدارة الإطفاء إن رجلاً في حالة حرجة، وأضافت أن 3 آخرين إصابتهم خطيرة وأن 4 الآخرين إصابتهم متوسطة. أعلنت سلطات ولاية أسام الهندية أن 82 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جراء فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة. وأكدت إدارة الكوارث الطبيعية أن الفيضانات والانهيارات الناجمة عنها ضربت 29 منطقة في الولاية، ما أسفر عن تدمير أكثر من 3000 منزل بشكل كامل وأكثر من 30,000 أخرى بشكل جزئي، علاوة على غمر نحو 40,000 هكتار من المزارع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.